والرمل والطين والحجارة، مريت حتى واحد. عمليات نهب بشعة تمت خاصة في ولاية القصرين، ولا واحد اتحرك، والتقرير موجود وما رينا حتى واحد، وما شفناش هالزوبعة هذه، ما ريناش زوبعة، في حين أن المسألة هذه مسألة خطيرة جدا. الرخام متاعنا تم تهريبه حتى إلى أمريكا، والبرجين هذوك تبناو بالرخام متاع تالا. نعطيك معلومات، هناك مافيات ولوبيات، والمافيات هذه تنهب وتسرق ولا تدفع ضريبة ولا تعمل حتى شيء، وموجودين ويحوسوا اليوم في ضفاف البحيرة، وللأسف هذا الكيل بمكيالين. سامحني بابي سي الأسعد، هذه المافيا تسللت إلى الأحزاب، وأقولها على مسؤوليتي، وتسللت إلى قبة البرلمان، وأصبحت هي الحاكمة بأمرها في جهات معينة، ومعناتها لو كونفلي دانتيغي، يعني أصبح واضح هي اللي تحكم في مقدرات الدولة وين تمشي، والصفقات هي اللي تستفيد منها، وهذا لو أصبح واضح للعيان. سمع. واضح، وهذا جلي خاصة من خلال مشروع القانون غير الدستوري اللي أسقطته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمتعلق بتبييض ناهب الرخام. هذا هو الإجرام. لهنا مشكلة كبيرة، تضارب المصالح، أنه اليوم أصبحنا نمرر مشاريع قوانين لتبييض الفساد وتبييض نهب موارد هذا الشعب. ها الجريمة اليوم متاع المقاطع متورطين فيها الناس الكل. واضح.